دكتورة نجلة، الأشعة التداخلية إزاي بتعالج مضاعفات زي الشفط والتجمعات؟ يعني دي بتحصل بعد العملية، يعني بعد الجراحة ممكن يحصل كده؟ اه طبعا، هو طبيعي جدا انه ممكن بعد العمليات الجراحية يبقى في مثلا لو عاملة تصغير الست او تكبير حتى او حتى امبلانت، ممكن يبقى حواليه حاجة اسمها سيروما، تجمع سائل خلوي بيبقى بيتجمع من الجسم، وممكن رد فعل الجسم، يعني مش لازم يبقى تجمع دموي وبقى فيه يعني دم، ممكن يبقى سائل بس فقط، وده رياكشن او رد فعل من الجسم بسبب التدخل الجراحي او كده. ده طبعا بيتشفط، ممكن الترا ساوند جايدد عن طريق الموجات الصوتيه، بندخل ابره نبقى شايفين، لانه اذا في امبلانت مثلا لازم يبقى بحذر علشان ما نعورش الامبلانت او الابره ما تعوروش، ولو ان لو احنا بنتكلم على شفط بابره عاديه مش هتعور الامبلانت حتى لو خبطت فيه، فبنسحب السائل الخلوي من حوالين الامبلانت مثلا، او لو في تصغير نفس الحاجه. مهم ده جدا في نقطه تطرقت ليها في السؤال اللي فات لهشام، انه ساعات التكتشر او الامبلانت الخشن، سموه ايه، الخشن الرف، بيبقى 3% من الحالات ممكن يجي لهم لينفوما، فعلا ما عندناش ولا حاله. يعني انا طول مثلا ال20 سنه اللي بشتغلهم شكيت في 3 حالات، من ضمن الحاجات الساينز او المظاهر اللي ده هيعملها انه يبقى فيه تجمع سائل حوالين الامبلانت، منهم يمكن حاله او اتنين كانت حالات هشام، بيبقى فيه ميه حوالين الامبلانت وهو العمليه مش قريبه، ده يعني يعني الميه بعد مثلا كام مسموح. سنة؟ بص يا سهير، يعني الميه مثلا مسموح في الشهرين 3 الاولانيين، لكن لو الست بقالها بتيجي كل سنه تعمل فولو اب وبعد 5 سنين مثلا مركبه امبلانت ولقينا ميه حواليه، ده دي بيبقى نوع بتبقى ايه؟ الارم بقى على طول، هي ألارم الايه؟ لانه يجوز تكون ليمفوما، فبنسحب السائل ده ونحلله، بنعمل عليه تحاليل معينه. بس الحقيقه في ال3 مرات ولا مره طلع انه ده ليمفوما، بس انا بقول قد كده انه الحاجات دي مهمه، انه ان احنا نسحب السائل ونبعته يتحلل، وان يبقى في فرصه ان احنا نعمل الحاجات دي. ممكن يبقى التهاب، سيمبلي جالها التهاب خلوي في الانسجه، مناعتها ضعفت وجالها التهاب، ال3 حالات كانوا كده. بس ده واحد من الاعراض اللي موصوفه في وجود السيليكون او في وجود الامبلانت، انه ممكن تشككنا ان في اشتباه في الليمفوما، فلازم نسحب ده ونحلله. وبنسحبه احنا كده اوريدي سحبناه، ده سحب علاجي. احيانا الناس مثلا تبقى مركبه امبلانت وبترضع، فبيحصل لها تجمع لبن، بعضهم مش لازم، مش لازم كل الناس يبقى يحصل كده، بس يعني ممكن يحصل تجمع لبن او اللبن ما بيقدرش يخرج بالصوره الطبيعيه زي اللي مش حاطين، فبرضه ممكن نسحب اللبن بابره عن طريق الجلد تحت الموجات الصوتيه بامان تماما وكده. بعض حالات اللي عندهم تصغير بيحصل بعض التصغير، بعد عمليات التصغير في بعض الاحيان حاجه اسمها تكسير في الدهون، ان هو قطعنا وخيطنا وكده بطريقه معينه، استدي عباره عن غدد لبنيه ودهون، فالبروسيس اللي بتحصل في العمليات واستخدام الدايسيرمي حراره وكده، ممكن بعض الدهون تسيح ترجع تتجمع بطريقه تانية بيزار بقى، لان كان في فتحه جراحيه والحته فيحصل ايه؟ اتشالت، بيحصل كلكعه في الثدي، تيجي الست بحاجات مكلكعه، العمليه كويسه زي الفل بس في كلكعه، الكلكعه دي بنشوفها في السونار الكلكعة دي انها بتبقى دهون طبيعية؟ متجمعه، دهون دهون خلاص. عادية من بتاعتها، بس عارفة ايه، انا عندي تشبيه ساذج كده اللي هو زي مثلا نسيح سمنة، فبتبقى ممكن. سايحة عاملة زي الزيت او مش عارف ايه، بس على الوش فيها هتاخد شكل المكان اللي هي موجودة فيه، فهو الدهون ساحت ورجعت جمدت بطريقة معينة واخدة الشيب بتاع الاماكن الفراغات اللي في العملية، ده ولا حاجة خالص، ده الدهون بتاعتها، ده ولا حاجة تماما، دي برضو عندنا القدرة ان احنا نشفطها بإبر معينة، أو بس إبر نخليها أقوى لو هي بقى، طالما ما فيهاش ما مشكلة هي لو تبقى جامدة مضايقاها بتبقى كشكل يعني. جامدة، مضايقاها أحيانا تبقى جامدة. الدهون في الأدفانسد كيسز بقى، في حالات متطورة مثلا من ده اسمه فات نيكروزس أو تكسير في الدهون، بيحصل لها قشرة زي قشرة البيضة، الحتة الدهنية اللي ساحت دي يبقى حواليها قشرة خفيفة كده زي قشرة البيضة، فدي بالنسبة للست بتبقى حاجة جامدة، ممكن تبقى حساها لو هي قريبة من السطح تبقى حساها. ده سهل قوي ان احنا بنحط فيهم ابر معينة زي اللي بنشفط بيها الاورام الحميدة من الثدي، بتبقى الابرة قوية ووايت بور تقدر تشفط الدهون دي.
السرنجه العاديه اللي انت بتسحبي بيها السائل مش هيطلع فيها دهون لان الدهون تقيله، فالابر دي بنقدر نشفط بيها الدهون، نشفط بيها التجمع التجمعات الدمويه اللي هو اي كلكعه موجوده في ده. تمام دكتور، ناس كتير جدا بتخاف من السيليكون، انها بتقول لك السيليكون ده هيجيب لي سرطان، او ان السيليكون ده ليه عمر افتراضي، هبقى بعدها عندي مشكله وافتح تاني واعمل تاني. القصص دي ايه؟ بص حضرتك، انا دايما بقول لهم اي شركه بتبيع لي كيس السيليكون اللي انا بستخدمه ده بيقول لك جارانتيد 10 سنين بس ات كود ليف اطول. اوكي، فانا دايما بقول للمرضى ان مثلا واحده عامله معايا من 15 سنه، هل انا محتاج ان انا اغيره؟ فبعتها تعمل ماموجرام وكلام من ده. لو بتعمل ماموجرام سنوي هتعرف بالظبط كده. لو everything is okay خلاص ما بلمسهاش. امتى